عافية دارفور، الخبر والمعلومة الصحيحة والمفيدة. إصابة معتمد سرب سابق بجروح بالغة في اعتداء مسلح، ومظاهرات عارمة لتنديد بمزاعم الاغتصاب الجماعي في تابت، واشتباكات بين الحكومة وقطاع الشمال في النيل الأزرق. أهلا بكم في نشرة الأخبار. اختطف مسلحون إحدى السيارات التابعة لمنظمة يونيسف بسوق المواشي في مدينة نيالا، وقال معتمد محلية نيالا عبد الرحمن قردود إنهم على وشك التعرف على الجنى. وأضاف لعافية دارفور: تم التعرف على العربية اللي ارتكبها الحادث تقريبا، تم التعرف عليها تماما، رؤوس القيود كلها خلاص يعني ان كنترول يعني، فنستبشركم خلال ساعات خيرا إن شاء الله. وروى شرطي فضل حج بسمه الحادثة بالقول لعافية دارفور: العربية خطفها من جنب المواجهة، هناك عربية بتاعت اليونيس جرى ورانا جديدة وفي حديثة أخرى، أصيب ابن التاجر الدارفوري الشهير خليل محمد إبراهيم بجروح بالغة خلال عملية سطو على منزله في محلية كاس. صلاح الدين أحمد الربيع والتفاصيل في التقرير التالي. أكد منسق معسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور محي الدين التجاني أن ميليشيات مسلحة أطلقت عيارا ناريا كثيفا ليلة الاثنين في منزل الشيخ خليل محمد إبراهيم بقرية سنجت الواقعة جنوب محلية كاس، وذلك بهدف نهب أموال ابن الشيخ خليل التاجر عبد الجبار. وأشار محي الدين التجاني إلى فرار المسلحين بعد عدم تمكن من إصابة ابن الشيخ خليل إبراهيم. هاجموا مسلحين في قرية سنجت جنوب كاس على بعد 5 كيلو أو أكثر على منزل الشيخ خليل محمد إبراهيم الساعة 1 بالليل، والقرب منه كان دايرين ينحبوا عبد الجبار خليل عمره 30 سنة. أطلقوا عليه الذخيرة 7 طلقات نارية في داخل البيت ولم يصيبه هذه الذخيرة، وبعد ذلك المهاجم فر حاربا باتجاه القربي من القرية، واليوم تحركوا أهالي القرية نحو العصر ولم يتمكنوا الإلحاق على المجرم. هذا وطالب منسق معسكرات النازحين في ولاية جنوب دارفور السلطات المسؤولة بمحلية كاس والجهات الأخرى بتعاقب الجنات وتقديمهم إلى المحاكمة. نطالب من الحكومة المحلية والاتحاد الأفريقي وكل الجهات العادلة في مجال العمل الإنساني التحرك نحو موقع الحارس لمتابعة الجناح والقبض عليهم وتقييمهم إلى محاكم عادلة. يشار إلى أن مناطق محلية كاس قد شهدت في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة اعتداء الميليشيات المسلحة على المواطنين والنازحين في المزارع وفي طرقات عودتهم من الأسواق، وذلك من أجل نهب أموالهم وممتلكاتهم، وفي كثير من الأحيان ما يؤدي ذلك الاعتداء المسلح إلى جرح ومقتل النازحين والمواطنين العزل. صلاح الدين أحمد الربيع، عافية دارفور، الخرطوم. ووصف والي جنوب دارفور محمود آدم جار النبي تلك الأحداث بالمعزولة، وقال إن ولايته تشهد هدوءا كبيرا عقب إعلان حالة الطوارئ فيها منذ منتصف شهر يوليو الماضي. وأضاف: بفضل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها مؤخرا في خطة تأمين حاضرة الولاية عقب تنفيذ أمر الطوارئ ومنع استخدام الدراجات النارية وبقية الترتيبات الأخرى، عاد الهدوء والطمأنينة لمدينة نيالا والمحليات الأخرى مع انحسار واضح في معدل البلاغات المدونة، وقد بلغت جملة البلاغات التي تم تدوينها 203 بلاغ، ومن خلال مقارنة البلاغات قبل تنفيذ أمر الطوارئ مع الفترة لاحقة يتضح الآتي: القتل العمد نقصان بنسبة 27%، الجراح نقصان بنسبة 9%، النهب المسلح نقصان بنسبة 83%، القبض على عدد من العصابات المتفلتين وتقديمهم للمحاكمة، استرداد عدد من العربات المسروقة. في حادثة أخرى، أصيب معتمد محلية سرب الأسبق حسن حسين داود بجروح بالغة في إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون على مزرعته بالجنينة. ووصف الناشط محمد يحيى حالة المعتمد بالخطيرة. وأضاف العافية دارفور: دعم 3 أفراد قبل ميليشيات الحكومة يرتدوا زي العسكري داخل المزرعة وقرب المطار الجنينة شمال المطار قريب، مشوا سلموها نور في المزرعة بتاعه، سلموها اتكلموا قال يا أخي أنت أرجب لي 2008 كنت وقد معتمد في محلية سربة، أنت تتذكر أنه قتلت 80 نفر من مواطنين بتاع سربة متأكد؟ هو كمان قال يا أخي لا يجب تتكلم كلام زي توالي، في واحد كمان قال خلاص أنت ناس أفريا مش قتلت 280 نفر خلاص علينا علينا إلا حقوق أنت ذاتي من 280 نفر، توالي واحد قام جرى بندقية، هو كمان عنده سلاح أنه جرى قال يتل سلاحه، المهم له ده ضربوه 3 طلقات واحد في صدره واحد في كراس الثاني في يده، المهم لجلوه بعدها شالوه سلاح، بعدها يتحركوا الميليشيات مشوا، ثم بعد ذلك الناس مشوا رفعوا
مستشفى الجنينة ومنه ودوه في مستشفى خرطوم، لكن هذا حالة بتاعه متأخر. مستمعينا ننتقل الآن إلى ملف محادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في أديس أبابا، حيث التقينا مراسلنا محمد حسين ليحدثنا عن آخر التطورات. محمد، سلمت الحركات حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي رؤيتهم للحل السياسي الشامل في الجلسة في أولى الجلسات المغلقة لمفاوضات مسار دارفور، وتمسكت الحركات في رؤيتها بالرؤية الشاملة للحل السلمي في السودان، شريطة أن تجمع كل المكونات السودانية إلى جانب قضايا مناطق الهامش. وأوضحت الرؤية، أشارت أيضا إلى القضايا الدستورية التي يجب أن تجمع كافة مكونات الشعب السوداني لإنتاج دستور جديد للسودان. هذه الرؤية جوبهت برفض من رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر، وقال عمر عقب الجلسة في تصريحات صحفية إنه غير مفوض للتفاوض خارج مسار دارفور، واستطرد بأن التفويض الممنوح له ينحصر فقط في قضايا دارفور، بالأخص في وقف إطلاق النار لفتح الطريق أمام الحركات للمشاركة في الحوار الوطني. شكرا جزيلا محمد. Stop the violence in Darfur! Justice for Tabi! نظم مئات النشطاء السودانيين مظاهرات عارمة في عدد من مدن وعواصم العالم، من بينها باريس وأوسلو وستوكهولم وتل أبيب ونيويورك، للتنديد بمزاعم الاغتصاب الجماعي في تابت. وقال عضو رابطة أبناء دارفور معتصم محمد صالح إن المتظاهرين ناشدوا مجلس الأمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث. وقال لعافية دارفور، نظمتها رابطة أبناء دارفور بنيويورك وروابط ومنظمات أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية وتحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة ومنظمات المجتمع المدني السوداني السياسي وغير الحكومي بأمريكا. وهذه المظاهرة الغرض منها شجب واستنكار والتنديد بالجريمة غير الأخلاقية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات المؤتمر الوطني بمنطقة تابت. وهذه المظاهرة تدعو مجلس الأمن الدولي لإرسال فريق تحقيق دولي مستقل غير اليوناميت للتحقيق حول حيثيات هذه الجريمة وتحديد الجناء، ومن ثم استخدام النتائج والتحقيقات لإصدار قرار دولي لمحاسبة نظام المؤتمر الوطني وضعا لحد لهذه الجرائم التي أصبحت تتكرر بشكل يومي. وفي العاصمة الفرنسية باريس، دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. 20 عام من عمر النظام، نظام المؤتمر الوطني، الحرب ما زال مستمر، بدأ في دارفور والآن شمل كل السودان، الاغتصابات مستمرة، الاضطهاد مستمر، الإرهاب مستمر، المؤتمر الوطني ما زال مستمر. نحن اليوم حضرنا إلى هذه المظاهرة بصدد إدانة ما يحدث للشعب السوداني عامة، ولشعب دارفور خاصة، ولشعب جبال النوبة خاصة، ولشعب النيل الأزرق خاصة، ولكل المتضحين في دارفور والسودان عامة. وبمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، أصدرت رابطة اللجنة الإعلامية لأبناء وبنات دارفور في مصر بيانا يندد بأحداث ثابت، ويطالب المجتمع الدولي بتبني حملة لإجراء تحقيق عاجل حول تلك الأحداث. في الأوضاع الميدانية، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مهاجمة موقعين عسكريين في ولاية النيل الأزرق، ردا على ما قالت إنه مقتل طفل في قصف جوي استهدف موقعهم في منطقتي أبوس وشاليه. وقال المتحدث باسم الحركة أرنولد إن هجومهم أسفر مقتل أربعة من القوات الحكومية وأسر آخر. وأضاف لعافية دارفور، أثناء المحادثات في أديس، المؤتمر الوطني قام بالهجوم على منطقة اليابوس وشالي يوم 18 ويوم 21، عشان كده الجيش الشعبي استهدف العسكرات بتاع المؤتمر الوطني في منطقة بوك وفي منطقة برضه مسافة بتاعت 30 كيلومتر من الدمازين. استطاع الجيش الشعبي أنه يقتل أربعة من قوات المؤتمر الوطني ويجري أكثر من ثلاثة ويدمر برضه عربية تابعة أبو طيرة. برضو أثناء عودة القوات حدث تنفيذ هذه العملية اللي كان فيه اشتباكات حصلت في الطريق، أدى إلى أسر رقيب تم أسره وصل القوات المؤتمر الوطني. نتوقع أنه يتم معاملته معاملة بتاعت أسره حسب قوانين اللواحق بتاعت المعاملة بالأسره.
وقد نفى المتحدث باسم القوات المسلحة صوارم خالد سعد تعرضهم لأي هجمات من قبل الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وتتزامن هذه الاتهامات المتبادلة مع المحادثات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في أديس أبابا. ننتقل الآن إلى الجزء التالي من برامجنا. أضواء على دارفور. يصادف 25 من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999، ووجهت المنظمة الدولية حينها الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية بتنظيم نشاطات ترفع من وعي المجتمع حول مدى حجم المشكلة، لا سيما خلال الاحتفال بهذه المناسبة الدولية. ودعا الناشط الحقوقي صالح محمود الحكومة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تصون حقوق المرأة السودانية وتضمن حمايتها، خاصة في مناطق الصراع بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. أتمنى أن تتحول كل الاتفاقيات اللي وقعت على السودان، ويعتبر السودان طرفا فيها، تتحول كل هذه الاتفاقيات إلى أعمال ملموسة بغرض حماية حقوق النساء وحمايتهن من الانتهاكات الشنيعة والمذلة التي تعتبر يعني وصمة. غير أن الناشطين قللوا من تلك الدعوة، وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إن النظام ظل ينتهك حقوق المرأة برغم أن المجتمع منحها كامل حقوقها طوال فترات التاريخ. المجتمع بتاع دارفور ده أنا أكثر ذول بشوف أنه بدي النساء حقوقه، لكن النظام هو جاء الانتهك هذه الحقوق، بدليل أنه يا جماعة في دارفور المرأة لو دار بنتها كما ما جيت أقنعت الأمة بتدوق لها، ده سلطة اجتماعية. احنا دارين يا جماعة كلنا كمجتمع أن المرأة دي نقومة تأخذ حقوقها، المرأة نديها حرية التنافس، الرجل الكامل هو اللي بيحترم المرأة كإنسان. ونشد يعقوب محمد أحمد المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة لمحاسبة من أجرموا في حقوق النساء في السودان، خاصة دارفور. حكومة السودان ظل ينتهك حقوق كل أهل دارفور وكردفان والنيل الأزرق وحقوق أهل الشعب وحقوق الشعب السوداني بشكل عام، ونحن من جانبنا نناشد منظمات الإقليمية والدولية والحقوقية وخاصة الجهات العاملة في إطار المرأة، يجب أن تكون هناك تحقيق عادل وشفاف، ويتم ترديم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم العنف ضد المرأة في السودان بشكل عام. وقال رئيس مكتب حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد عبد الحليم عثمان إن التاريخ حافل بالأمثلة الخالدة لدور المرأة في السودان، ودعا إلى تضافر الجهود لإعادة تلك المكتسبات. اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وطبعا يوم مهم في حياة المجتمع، فلذلك كل المجتمعات مفروض تتحرك تجاه إنه تساهم في حماية المرأة في حد ذاتها، لأن هي الأساس في المجتمع، هي الأساس في الأسرة، وهي الأساس في كل الحياة بتاعة الأمم والشعوب. فالمرأة في السنين الأخيرة رغم إنها هي ما لقت حقها، ولكن بنعرف إنه المرأة كان عندها مكانة في الكوش، المرأة كان عندها مكانة كميرم في السلطنة بتاع دارفور، المرأة عندها مكانة في المجتمعات المتحضرة. وأشارت المحللة السياسية والناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد إبراهيم عيسى إلى أهمية الاستفادة من المواقع القيادية التي حازت عليها النساء في مختلف المحافل للدفاع عن حقوق المرأة. النساء ذاته يساعدوا بعض بحيث أنه يصلوا لأهدافهم. أنا أفتكر بالرغم من أن النساء هم الأكثر التزام بالتزمير والتصويت لآخره، ولكن نحن يعني بنحس بأنه المرأة ما بتساند المرأة بالمستوى المطلوب. بدأ في هذا الجانب المرأة بتمارس عنف ضد زميلتها من غير ما تدري، يعني صوت الرجال أكثر من صوته للنساء. أنا حكاية العنف الذكوري بالذات ده بيتوقف على شخصية المرأة، إذا المرأة شخصيتها قوية لا يستطيع الرجل أن يعني يعتدي عليها أو يمارس عنف عليها. وشددت الناشطة في مجال حقوق الإنسان حواء عبد الله جنغو
على أهمية تضامن شرائح المجتمع للوقوف ضد العنف الذي تواجهه النساء. رجال ونسوان وشيبة وشبابة كلنا نجيب في جانب إننا نرفض الجرائم الخطيرة اللي بتحصل من وقت لتاني، وتضامننا مع النساء ثابت، ونطالب كمان المرتكبين الجرائم ديل يجب إنه يواجهوا العدالة، وده من أهم رسائلنا. ويوم ده هيكون يوم محافل جدا جدا، نناشد فيه كل الناس إنهم يكتبوا يعني باليوم ده إنهم يتضامنوا مع النساء، إنهم يرفضوا كل أنواع الأنف. وعرب المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة أحمد فضل عن استعدادهم لتذليل كل الصعاب التي تواجهها المرأة في السودان خاصة دارفور. كل الشرائح الضعيفة نحن يعني بندين وبنجب يعني العنف ضد المرأة وضد الأطفال، باعتبار أن هذه الشرائح عادة في أغلب الأحيان وفي الصراعات بالذات عرضة للاعتداء عليها. لذلك نحن من جانبنا نحرص يعني أي ما حرص إنه المرأة والطفل يكون يعني موضع احترام وحماية ورعاية يعني في كل يعني الأحوال يعني. لذلك بنفتكر إنه المرأة في ظل الأزمة في دارفور طبعا تعرضت لجملة من الانتهاكات والاعتداءات، آن الأوان في إنه الكل يعني يدرك أهمية صيانة كرامة المرأة وصون حرمتها وكذلك الأطفال يعني. وأصدرت اللجنة الإعلامية لأبناء وبنات دارفور بجمهورية مصر العربية بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، دعت فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما وصفته بانتهاكات الحكومة لحقوق المرأة في السودان. نوالي تقديم فقرات هذه الجولة من عافية دارفور. أثارت استقطاعات مالية لموظفي الخدمة المدنية في جنوب دارفور ردود فعل منددة، بينما تنصلت العديد من الدوائر الحكومية عن فرض تلك الرسوم. مزيد من التفاصيل في العرض الإخباري التالي الذي أعده مراسلنا آدم هدي. اشتكى العاملون بالخدمة المدنية في ولاية جنوب دارفور من استمرار خصم مبالغ مالية من رواتبهم من قبل جهات حكومية لدعم الأجهزة الأمنية بالولاية بلا سند قانوني ودون رضائهم، في الوقت الذي تنفي فيه كل الجهات المعنية مسؤوليتها عن إصدار الأمر بالاستقطاع. نحن بإدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية صرفنا مرتبات شهر أكتوبر في يوم 23 شهر نوفمبر، وتم خصم 10 جنيهات من المرتب، وما في أي مستند يدل على أنه الخصومة جاء من وزارة المالية واتجاه معين. عندما سألنا عن الجهة التي وجهت بالخصم الإدارة المالية بالوزارة، حددت وزارة المالية، والمالية لم يوجد خطاب رسمي معنون من المالية أو من الاتحاد العمال بخصوص خصم 10 جنيه من مرتب شهر أكتوبر. وأنكر الأمين العام لاتحاد عمال ولاية جنوب دارفور آدم المتين إصدار اتحاده قرارا لخصم أي مبالغ مالية من رواتب العاملين لشهر أكتوبر. إحنا كاتحاد عمال بخصوص خصم 10 جنيهات لنفرة الأمر، إحنا بنقول إنه 10 جنيهات طبعا جاءت بقرار من المكتب التنفيذي، وتم خصم 10 جنيهات في شهر 8 و9، وبعد ما خصم الشهرين احنا اوقفنا يعني هذا الخصم لحين الجلسة بتاعت المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي بعدها احنا طبعا اجتمعنا ورفع توصية بتمديد الفترة بتاعت الخصم لاربع شهور، لكن احنا حقيقة اوقفنا الصرف بس على 8 و9 لحين ما نجمع المجلس العام، والمجلس العام بعدها يقرر ما اذا كان انه الاستقطاع دي او العشر جنيهات يستمر او لا يستمر. ده الموقف بتاع الاتحاد لغاية الآن، يعني لو في أي محلية أو وزارة تم خصم المبلغ لثلاثة شهور من العاملين، لا هذا هو ليس القرار، القرار كان في شهر 8 و9 فقط، يعني خصم بتاع شهرين 8 و9 أكتوبر دي ما دخله. أخطرنا إخواننا في وزارة المالية بأنه يقف الاستقطاع ده في الشهر الثالث، يعني إلا بعد ما يجيهم شنو قرار من اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور. من جانبها نفت وزارة المالية سماحها بخصم 10 جنيهات لدعم العملية الأمنية بنيالة، وقال مسؤول الفصل الأول بالوزارة عبد الله يونس لعافية دارفور: احنا نريد أن نفيد أنه نحن كوزارة المالية ما استخفانا مبلغ 10 جنيهات من أي عامل في شهر أكتوبر،
وده العلم ما يجي جهة تقول أنه إحنا قطعنا ما قطعنا والله. إحنا أكتوبر بالذات أي ذو قطع في شهر 10 من ذو رجالكم إحنا أكتوبر ما استقطعنا منكم خالص أنا سبب الله. لكن المدير المالي لوزارة الشؤون الاجتماعية والإعلام عثمان حسين كذب رواية المالية وقال لعافية دارفور إن وزارة المالية هي المسؤولة عن خصم المبالغ. الله ذي الكذابين يا ذي الناس المالية ذيهم خصموا وعطونا الشيك بماضي النفر الأمني فنحن محتجين عشان نستلم الشيك ده احتجينا وجيت معاهم وبتاع وقالوا لنا يا أخي والله ده أنا محتجين جانا وإننا نقطع النفر الحين مفروض تتخصم في سبتمبر مرتبات سبتمبر وما خصمها في سبتمبر لظروف العيد وهسه خصمناها منه احنا بنقول لهم اه الخصم هنا المفروض يكون شهر واحد حتى ما مش عارفينه شهر أغسطس وبس وقالوا لا سبتمبر جاهز بنقول لهم خلاص يعني احنا ما عندنا مشكلات دونا ورتباتنا ونمشي ونحن الوقت نعطي لنا كمعامل هنا بتاع العاملين بتاع الوزاره كلمناهم كلمنا يا جماعه انتوا امشوا للناس دول شوفوا القروش دي اذا في خصم تم صح اذا ما في رجعوا لنا قروشنا قالوا خلاص حركنا ناس ضغطنا هنا جاتهم وهو في كان عامل في مثل الماليه مالك ومدير عام الماليه قول لنا ما جاي ولا جاي ناس طبعا قلنا ما بنشيل الشيء بتاع المرتبات لكن في النهايه قال لنا احنا نشيل الشيء جوابكم خطوه نوعها ويرجع لكم. وعلى الرغم من انكار كل طرف ونايه عن المسؤوليه ازاء وقوفه وراء تلك الاستقطاعات الماليه ينتظر العاملون استرداد المبالغ المستقطعه من رواتبهم الضعيفه. ادم مهدي عافيه دارفور نيالا. مستمعينا الكرام حان الان موعدكم مع حلقه جديده في هذا البرنامج. دارفور تراث وحضارة. الإخوة والأخوات مرحبا بكم في هذه الحلقة وضيفنا ما يزال الأستاذ عادل عبد الرحمن الشريف المبدع في المجال الرياضي والثقافي وكذلك مجال التعليم يعني والدورة المدرسية وما يزال يعني عادل نشط على مستوى العمل الاجتماعي في الخارج هنا في أمريكا. وعادل انت عملت زي 33 سنة من ما غادرت دارفور ومشيت الخليج والآن انت في الولايات المتحدة لفترة طويلة جدا برضو، لكن بعد خروجك يعني من دارفور وهذه الجولة الطويلة لابد من ان يعني اتاحت لك مجال في انك تعرف دور ابناء دارفور خارج دارفور والى اي مدى قدروا يتطوروا ويساعدوا الاقليم سواء كان في السودان في المناطق اللي عشت فيها او في الخليج في الامارات او الان في امريكا. سؤال جميل جدا في نفس الوقت اجابته صعبه، اجابته صعبه جدا. الغربه تحت الخليج تختلف على الغربه الغربيه الموجوده في الغرب او في امريكا بالتحديد. غربه امريكا تختلف اختلاف كامل عن اختلاف الغربه في اوروبا. فالغربة في الخليج تعتبر الغربه في الخليج غربه سهلة شوية لأنه عمل اللغة عمل الدين العادات التقاليد. الغربة الغربية أو الأوروبية أو الأمريكية غربة تختلف كومبليتلي أو بصورة عام تختلف اختلاف كبير. أبناء دارفور في الخليج أنا ما أعرف أصدهم بأي نوع من الصفة لكن محافظين على علاقاتهم الاجتماعية محافظين على ثقافاتهم. العيش صعب ممكن نقول الحته دي العيش صعب. ففي اهتمامات جميله يعني في ابو ظبي بالذات في زمننا في ابو ظبي وفي دبي وفي الامارات كان في روابط ابناء دارفور بتقدم اشياء جميله جدا للاقليم. اما هنا في امريكا مول القشه التي قصمت ظهر البعير ابناء دارفور انا ما ادري اصدر الوصف دي لكن للباقيه هم بعيدين كل البعد عن دارفور بعيدين كل البعد عن مشاكل دارفور. والشيء المؤسف يعني شيء مؤسف حقا أنه اهتمامات يعني أكبر من دارفور. دارفور يا أخوانا هي الأمة التي أرضعتنا، هي التي أنجبتنا، هي التي أدخلت فينا كل هذا الإبداع. بكل أسف في ظلم كبير جدا وقع على دارفور، ظلم كبير جدا بالذات من أبناء دارفور المهاجرين في الغرب. يعني شكله تغير واهتماماته تغيرت وأشياء كثيرة تغيرت. أي نعم الحياة صعبة والجري شديد لكن ده ما بيخلينا أقول صراحة يعني نتخلى عن جزء أساسي في حياتنا ولولا دارفور ما كنا نحن. فده الشيء أنا لسه بقول أنه يعني أولى دارفور في الدول العربية أو في الدول الخليجية أحسن مننا بكثير في دول الغرب. إحنا هنا متملكان
كان العنصرية ومن اللي كان الأتنية ومن اللي كان الجهوية ده من قبيلة كده وده من قبيلة كده ولا ده قبيلة فلانية براون يعني عاملين رابطة ولا قبيلة فلانية عاملين رابطة يعني توس توس دخل اسم الدارفوري. فربنا يعين ربنا يصلح الحال ربنا يعيننا على يعني غلبة هذا الشيء الفظيع الموجود في هذه الأمة يعني. جميل، أتمنى أنه يعني كل أبناء دارفور على مستوى العالم أنه يكونوا قادرين يعني في أنه يكونوا في مستوى التحديات، ولكن على المستوى الفردي هل في نجاحات لأبناء دارفور هنا في الولايات المتحدة؟ إذا كان تخلينا عن الجانب بتاع العمل التضامني، هل في نجاحات في المجالات الحياة يعني؟ ودي مجالات واسعة جدا يعني، درست في المجال بتاع التسويق وعملت ماجستير، مؤكد أنه بيكون في مستثمرين وربما هنالك عدد برضو من الأطباء وعدد من المهندسين أو عدد من الذين يحتلون مواقع متقدمة في العمل الاقتصادي الأمريكي. والله في دارفور نعم في يعني مستثمرين كتار وفي يعني أنتجوا أو دارفور أنتجت كمية من المستثمرين في مجالات كثيرة يعني مجالات الإبداع يعني مجال الطب أذكر منهم يعني في الحاضرة أخونا دكتور عبد الله في نيويورك وعندنا مجموعة من الأطباء في منتشرين في كاليفورنيا وفلوريدا وإنديانا على فكرة. على المجال الهندسي برضه عندنا مجموعة عندنا مهندس عصام فارس ومهندس محمد الدوبة في مينيسوتا عاطف حسين الدكتور عاطف حسين أسد في لويزيانا مجموعة ما شاء الله يعني. على المجال الاقتصادي في مجموعة اقتصاديين على يعني الصعيد المهني يعني في تبدأ من الريتيل في لغاية القمة العالمية بتاعت الاقتصاد موجودة هنا برضه في أمريكا وفي عدة ولايات من أبناء دارفور. فالاهتمامات الاقتصادية الموجودة في أبناء دارفور في كبيرة جدا كمهندسين وكأطباء وكاقتصاديين وإعلاميين بالتأكيد ما في شك، ومجموعة جميلة يعني تشكل يعني رقم جميل جدا من أبناء الهجرين السودانيين موجودين في الولايات المتحدة بالتأكيد. وعلى مستوى النساء برضو هل في نجاحات يعني لنساء من دارفور في أمريكا؟ بالتأكيد نجاحات كبيرة جدا بالذات العمل الإنساني والعمل التطوعي بعد ظهور مشكلة دارفور في شكلها الفوضوية في يعني رابطة في روابط كثيرة جدا المرأة بتشكل عمود فقري لهذه الروابط ومنها وبتذكر تماما يعني منظمة دارفور للتنمية دارفور فيتم ديفلوبمنت برئاسة أخونا الدكتور سليمان جيتو فعنده جزء مهم عند الجزء الخاص بالمرأة جزء مهم جدا جدا وقدم نشاطات كثيرة جدا جدا على مستوى أمريكا. وآخر نشاطات ذكرها الزيارة التشكيلية الرائعة ميمونة بن جاوي وقدمت يعني كمية من العروض وكان دخلها لصالح المرأة السودانية بالذات في المعسكرات وفي القرى النائية ولشيحة التحية من هذا اللقاء أيضا لأخواتنا ميمونة بن جاوي وعبد الرحمن وفي مجموعة يعني قدموا من أجل دارفور فالتحية لهم من هذا اللقاء الجميل فلهم الود ولهم الشكر بالتأكيد. أستاذ السيدات شكرا للاستماع وشكرا للأستاذ عادل عبد الرحمن الشريف الناشط الثقافي والرياضي والإعلامي، وغدا حنواصل معه الحوار حول الثقافة والرياضة والفن في دارفور، وإلى ذلك الحين لكم السلام. وقبل ختام هذه الجولة إليكم موجزا لأهم الأنباء. إصابة معتمد سرب السابق بجروح بالغة في اعتداء مسلح في مزرعته، ومسلحون يختطفون إحدى السيارات التابعة لمنظمة يونيسف بسوق المواشي في مدينة نيالا، ومعتمد المحلي عبد الرحمن قردود يقول إنهم على وشك التعرف على الجنة. إصابة ابن التاجر الدارفوري الشهير خليل محمد إبراهيم بجروح خلال عملية سطو على منزله بكاس، ووالي جنوب دارفور محمود آدم جار النبي يصف تلك الأحداث بالمعزولة ويقول إن ولايته تشهد هدوءا كبيرا عقب إعلان حالة الطوارئ فيها منتصف شهر يوليو الماضي، ومظاهرات عارمة للتنديد بمزاعم الاغتصاب الجماعي في تابت، واشتباكات بين الحكومة وقطاع الشمال في ولاية النيل الأزرق. والحد هنا تنتهي جولتنا، وإن شاء الله نلقاكم معنا دايما في إذاعة عافية دارفور. حتى ذلك الحين فتناكم بعافية. عافية قلبي بطولة يا دارفور سلام
عافية قني بطولة يا دارفور سلام.